دايما كده بنحب ان احنا نجيب نصايح لحضراتكم علشان خاطر تستفيدوا بيها، ودايما نصايحنا بتبقى مختلفة لانه النهاردة جايين نقول لحضراتكم نصيحة عن الشاي. طبعا احنا بنسمع كتير جدا جدا انه بعض الدراسات بتقول انه الشاي غير مفيد، ولكن النصيحة اللي احنا جايبينها النهاردة قالوا انه الشاي مفيد بكل انواعه وليه فوائد عديدة للصحة العامة، ولكن بشرط انه ما يتمش الاضافة عليه لا سكر ولا اي حاجة بتحليه. ليه؟ علشان ده ممكن يعرض لمخاطر الاصابة بمرض السكر، وده طبقا طبعا لموقع نشره ميديك فورم. وقال فريق من الباحثون او من الباحثين باحدى جامعات سويسرا ان تناول الشاي الاسود بيعتبر وسيلة فعالة للوقاية من النوع الثاني من مرض السكر. كمان قالوا انه في انواع الشاي الاخرى زي الاخضر والابيض برضو بيقي من مرض السكري، ولكن الشاي الاسود بتاعنا الطبيعي بيتفوق عليهم في موضوع ان هو يقي من مرض السكر، لانه طريقة التخمير بتساعده اكتر ان هو يقلل من مخاطر امراض السكر. كمان بيساعد في التخلص من الوزن الزائد، وكمان ليه يعني تأثير بشكل إيجابي على حركة الأمعاء، وبيساعد على نمو وتكاثر البكتيريا المفيدة اللي بتمنع تراكم الدهون في الجسم. علشان كده نصحوا بأنه هو لازم نشرب شاي، ولكن دايما بنقول أنه لما بنيجي نقول نصيحة بحاجة نشربها أو ناكلها لازم يبقى فيه تقنين. يعني في ناس بتشرب كوبايات شاي على مدار اليوم 6-7 كوبايات شاي، لا، هما بيقولوا إنه المسموح به مرتين بالكتير في اليوم علشان ما يسببش نتائج عكسية زي الهبوط وفقر الدم. عشان كده دي كانت نصيحة عامة، وعايز أقول لحضراتكم إنه أي شيء مفيد حتى الفاكهة والخضار أو أي مشروبات مفيدة لما نيجي نقول اشربوها أو كلوها مش معنى كده إن احنا نفرط فيها، حتى لو احنا برضو الحاجات اللي ممكن تكون بعض الشيء مش مفيدة قوي برضو القليل منها مش هيؤذي. فهنا برضو الفكرة في الكمية أو العدد المسموح به بإن أنا أشرب شاي في اليوم، إن هو كوبايتين في اليوم بالكتير. بكده تكون يعني خلصت النصيحة الصباحية.